في سياق المتصل رحب عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الشيخ حسين حازم ببوادر الاتفاق بين أنصار الله وحزب الإصلاح، لافتا إلى أهمية أن يشمل الاتفاق جميع القوى السياسية من أجل الوطن. حد قوله: أنا اليوم سعيد صراحة، يعني سعيد بما تم يوم أمس بين الإصلاح وأنصار الله، رغم أن بعض الناس يقول هذا سيكون على حسابهم، فليكن على حسابنا من أجل الوطن، نقبل بهذا الكلام. إذا كان على حسابنا كمؤتمر وكتنظيم نقبل من أجل الوطن، تمام؟ يعني أنتم ترحبون بأي اتفاق بين التجمع الإصلاح وأنصار الله؟ إحنا نرحب، لن نعيب عليهم، هذا مثل ما عابوا علينا. اتفاق لم يتم، ما هم عابوا على المؤتمر الشعبي العام، اتفاقيات مع أنصار الله لم تتم أصلا. هل كان هناك يعني تمام؟ لكن إحنا بدايات الاتفاق مثلا، مثل ما رحبنا باتفاقهم مع الحزب الاشتراكي في عام 2005 يوم شكلوا المشترك، نرحب بهذا الاتفاق، لكن نرجو أن يكون من أجل الوطن هذا الاتفاق، وأن ينهي الصراع، وأيضا أن يكون فرصة للآخرين لأن يلتحقوا في هذا الاتفاق الجميع. أنا أمس الليل كتبت مكتوب قلت المفروض نوقع على هذا الاتفاق كلنا ونخلص من الدوشة. واعتبر حازم في لقاء مع قناة اليمن اليوم لبرنامج وجوه مألوفة أن العقوبات التي صدرت بحق الزعيم علي عبد الله صالح لم تكن تستهدف الزعيم بمفرده، وإنما استهدفت المؤتمر الشعبي العام بشكل غير مباشر. المؤتمر الشعبي سيستمر ويتجاوز هذا المحنة، لأن ما وجه إليه باطل والباطل مزال، لأن المؤتمر الشعبي العام له أجندة هي الذي بتحفظه من أي تدخل خارجي أو من أي عقوبات أو من أجندة. هل العقوبة هي شخصية لشخص الزعيم أم أنها للمؤتمر؟ هي شخصية، لكنها استهدفت المؤتمر بصورة غير مباشرة، لأنه استهداف الزعيم هو استهداف للمؤتمر. هذا وسيبث اللقاء كاملا عقب موجز الأخبار لهذا اليوم. لتسليط الضوء أكثر حول الموضوع معي عبر الهاتف عضو لجنة الوفاق البرلمانية علي اللهبي. أستاذ علي، مرحبا بك أولا، وكيف تقرؤون؟